بن بروكس اللي ينضم إلينا مراسلنا هناك نور الدين الفريد. نور الدين أهلا بك. نتحدث أولا عن الاجتماع وجلساته أيضا والقضيتين المطروحتين، قضية فلسطين والحل الأوروبي، وبالتالي أيضا البحر الأحمر إذا كان حاضرا في هذه الجلسات والقوى الأوروبية التي يمكن أن تتشكل فعلا. بماذا نبدأ إذن؟ بالقضية الفلسطينية في هذه الساعة يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية دول لجنة المتابعة العربية هذه الاقتراحات التي يعرضها جوزيف بوريل في ثلاثة محاور. المحور الأساسي حول الوضع الراهن، وبالتالي الأوروبيون يطرحون ما هو مستقبل حماس، كيف سيتم التفاعل مع الموظفين الذين كانوا يعملون في نطاق حكومة حماس. نعم. ما هو البديل السياسي، مسألة إعادة إصلاح أو إصلاح السلطة الفلسطينية، والأسئلة التي تثيرها أيضا والتي من المتوقع أن يثيرها الجانب الفلسطيني ظهر اليوم مع الجانب الأوروبي. طب في الجانب الإسرائيلي نور، فكرة المقترح الإسرائيلي وفكرة الجزيرة التي يقترحها الإسرائيليون، أي نعم، الوزير الإسرائيلي فاجأ الجميع بأن اقترح على الاتحاد الأوروبي أن يتولى تمويل بناء جزيرة عائمة في حوض البحر الأبيض المتوسط، وعرض فيديو لهذه الجزيرة التي تبعد تقريبا 4 إلى 5 أميال أو كيلومترات عن سواحل فلسطين أو سواحل غزة أو إسرائيل، أن يتولى الاتحاد الأوروبي تمويل ذلك للفلسطينيين. نعم. بينما الوزير تجاهل تماما المقاربة، تجاهل النداءات الأوروبية من أجل وضع حد لهذه الحرب، من أجل وقف إطلاق النار، من أجل فتح المعابر والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية وفق مقتضيات القانون الدولي بعدم تقييدها وأن تصل إلى السكان المدنيين دون استثناء. الوزير الإسرائيلي نعم اقترح في فيديو عرضه على الوزراء أن يبنى الاتحاد الأوروبي يمول جزيرة في عرض المتوسط لينقل إليها الفلسطينيون من غزة. على حد ما سمعت هذا الاقتراح كان يعني قوبل باستغراب شديد. نعم. وأيضا بانتقادات شديدة من دول عدة مثل بلجيكا والبرتغال. محمود. نعم، يعني رفض أو تم السخرية منه من هذا المقترح؟ يعني فعلا الحديث كان بمثابة حوار الطرشان. نعم. أن الجانب الأوروبي يعرض هذه الخطة بتفاصيلها، بتهدئة الوضع، عودة يعني وقف الحرب، تهدئة الوضع في الضفة، الانتقال إلى مراحل أخرى، هنا الحديث عن حوافز، الحديث عن مسارات أخرى تتعلق بالتعاون والأمن الإقليمي وآليات. نعم. تشمل الجميع، إسرائيل والدول العربية، والانطلاق في مرحلة يعني مستقبلة، مرحلة مستقبلية واعدة بعد طبعا بعد أمد محدد. لكن حينما تحدث الوزير الإسرائيلي نور دائما لم بهذا الرفض، لا حينما تحدث الوزير الإسرائيلي لم يبدي رأيه فيما اقترحه الأوروبيون من خطة الحل هذه، يعني لم يأتي عليها من قريب ولا من بعيد، تجاهل كامل إطلاقا. كان يتجاهل هذا الكلام ويرد بطريقته، مثلا عرض فيديو آخر يتعلق بوضع الفلسطينيين في الضفة الغربية ويأتي لهم بتاريخه، هو هذا الوزير الذي كان في مرحلة ما وزير نقل وقام بطرقات وبناء طرقات عدة التي تفصل بين الفلسطينيين والمستوطنين، وهو ما عرضه يعني في مسائل كونكتيفيتي مع الفلسطينيين، ولكن يعني كان تقريبا نقاشا سرياليا حسب وصف دبلوماسي من داخل القاعة. فطبعا قوبل بالاستغراب، قوبل بالانتقاد الشديد، وتقريبا يعني كان اجتماعا مخيبا جدا، محبطا بالنسبة للجانب الأوروبي الذي كان يحاول أن يمرر الرسالة. لكن الرسالة أبلغت
أو سلمت إلى وزير الخارجية الإسرائيلي باعتبار أنه تسلم الورقة أو بعثته تسلمت الورقة، أنه استمع إلى مداخلات عدد كبير من الوزراء، منهم وزير الخارجية الألمانية، وزير الخارجية الفرنسي، الإيطالي، فعدد كبير من الوزراء اقترحوا. ولكن يعني اسمح لي بهذه الكلمة الأخيرة، تذكر أن أرييل شارون وربما زعيم إسرائيلي سابق آخر كان يتمنى أن يصحى ولا توجد غزة، أو أن غزة يبتلعها البحر. بنيامين نتنياهو يريد للفلسطينيين أن لا يبتلعهم البحر، ولكن أن يبني لهم جزيرة في عرض المتوسط. شكرك نور الدين الفريدي من روكس النور، شكرا محمود جزيلا لك.